بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الهيئة العامة للرياضة أصدرت تطبيق خاص فيها عن طريقه تقدر تتابع المباريات، سواء المباريات اللي لايف أو المباريات السابقة، وأيضا تقدر تعرف مواعيد المباريات القادمة، وأيضا تقدر تعرف ترتيب الفرق في الدوري السعودي. ولو رجعت للمباريات وضغطت على الأيقونة اللي موجودة في الأعلى، فراح تقدر تحدد البطولات اللي حاب إنك توصلك إشعارات لها، مع العلم إنه خدمة الإشعارات والأخبار راح تصل قريبا لهذا التطبيق. فالآن لو حبيت انك تتابع مباريات الدوري السعودي تقدر تتابعها عن طريق هذا التطبيق او عن طريق تطبيق دوري بلس، وانا حاليا استخدم اليوتيوب عشان اشوف مباريات الدوري السعودي. فعن طريق القنوات الرياضية السعودية تقدر تشوف المباريات لايف بجودة ممتازة، يعيبها انه في تأخير دقيقة تقريبا او دقيقتين، لكن الجودة ممتازة وكأنك تشوفها على التلفزيون، لاني قاعد احاول اتخلص من الريسيفر اللي عندي. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات وسألوني على حسابي في السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.